السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساءكم سعادة وسكر وكل حاجة حلوة على عيونكم مشاهدينا الكرام، مشاهدين شاشة قناة النهار، وكمان حبايب قلبي مشاهدين مطبخ خالة على شاشة قناة النهار. النهاردة عندنا أكلة أنا بحبها قوي، بحس إنها أكلة شيك قوي وبرستيج كده قوي في نفسها، تنفع في العزومات، تنفع لما أكون عايزة أعمل حاجة سريعة وسهلة بس في نفس الوقت مغذية وشيك. كل الكلام ده على ايه؟ هنعمل النهارده مع بعض رز بالكبد والكلاوي، كبد وكلاوي بلدي كده محترمه من عند الجزار، وهنقطعها ونعمل منها شويه رز طعم وريحه يا سلام، حاجه كده زي العسل. قبل ما نبتدي في وصفتنا نرحب بمخرجنا الكبير اللي مشرفنا النهارده استاذ احمد داغر، منورنا يا داغر وبجد مشرفنا في حلقتنا النهارده، ويا رب كده نكون عند حسن ظنك ان شاء الله. يعني هنعمل مع بعض، صباح العسل عليك، هنعمل مع بعض زي ما قلنا رز بالكبد والكلاوي. مقاديره سهله جدا جدا، اكتر من المقادير اهميه هي طريقه التحضير، تكنيك الشغل وخطوات الشغل عشان يطلع لكم الجمال اللي داغر جايبه ده وعمال يعكسه كده زي ما انتم شايفين. اطباق شهيه جدا، الرز شارب من الصوص الحلو اللي هنعمله بالكبد والكلاوي، ومديني لون بني حلو قوي بالميه الجميله اللي هنعملها اللي هتديني اللون الرز الجميل ده منه فيه كده زي ما انتم شايفين. يلا بينا بقى مع بعض نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. زي ما قلت لكم هي المقادير بسيطه جدا، عندي كبده وكلاوي اي وزن عندك، لو عندك ربع كيلو وربع كيلو زي الفل، يعمل لك اكله حلوه قوي ان شاء الله. ملح وفلفل اسود، هنشتغل بالزيت، ممكن تزودي معلقه زبده وممكن تشتغلي بالزيت بس زي ما انا هشتغل. بعد كده معلقتين سكر هنكرملهم عشان ناخد لون حلو للميه اللي هنسقي بيها الرز. ايه تاني عندنا؟ عندنا كمان عودين قرفه لو موجود عندك، ما عندكيش ممكن تحطي قرفه بودر، مكعب مرق عشان يطعم لي الميه الحلوه بتاعه الرز، شويه زبيب نقعاهم في ميه عشان ينزلوا التسكيره الزياده اللي فيهم، وفص ثوم صغير. وبعد كده دي خلطه يعني دي مفرومه كده عباره عن ثوم وفلفل رومي احمر واخضر، بتدي كده نكهه حلوه قوي وطعم حلو، عامله زي الهريسه، لو عندك هريسه خدي نص معلقه صغيره برده هتبقى حلوه قوي. بس يا ستي دي المقادير بتاعتنا، مفيش اكتر من كده، سهله وبسيطه جدا جدا. اول حاجه هشتغل عليها وتهمني جدا انها توصل لدرجه التسويه قبل بقيه المقادير، الكلاوي. الكلاوي بتاخد سيكه كده تسويه عن الكبده، عشان كده هنبتدي بيها الاول، هي والبصله والزيت بتاعنا. انا كده كده هشتغل في خطوتين مع بعض، عندي حلتين على النار، انت في مطبخك هتشتغلي بنفس الخطوات دي. هنشيل بس الغطيان، حله هعمل فيها الميه اللي هحبشها كويس قوي واديها لون مكرمل حلو كده عشان تديني لون الرز البني، والحله التانيه اللي هسوي فيها الكلاوي. اللي هسوي فيها الكلاوي ادي زيت، شويه زيت كده حلوين عشان الرز يطلع ايه معاكي مفلفل كده وطعم ان شاء الله. الحله التانيه هكرمل فيها سكر، يلا حوالي كده معلقتين كبار لكيلو الرز. بسم الله، شويه سكر كده نكرملهم، يتكرملوا كده منهم فيهم، ولما اجي اقلب ههز الحله بس مش هقلب بمعلقه، يبقى هنا حطيت زيت وهنا حطيت السكر يتكرمل. في الزيت هننزل بالبصله، بسم الله كده، ومش كتير عشان البصله ما تبانش في الرز معانا، انا عايزه بس بصله كده ايه تدي تاخد وتدي كده مع الكلاوي يستووا مع بعض، مش اكتر من كده اهي. والبصله بقى كده بتتشوح هنتبلها، وده مهم جدا جدا تتبيله البصله في الاول، هنتبلها بملح وفلفل اسود. ولو تلاحظوا احنا مش مكترين توابل علشان الكبد والكلاوي لما بتكون بلدي ما ينفعش نحط توابل كتير تغطي على طعمها، انا عايزه طعمها هي اللي يبان معايا في الرز. هتبل البصل، ادي شويه فلفل اسود وادي كمان شويه ملح،
ده كده بيخلي البصلة نفسها طعمها متحيق، يعني واخدة كده طعم حلو. يلا شد معانا. والناحية التانية السكر بيتكرمل. شوفوا البصلة بقى لما بتتبل. ماشي كده، نشد كده بهذا الشكل على طول. أول بس ما تشد مع الزيت بالشكل ده أروح نازلة بالكلاوي على طول. كلاوي الأول، بسم الله كده أهي. ومن هنا بقى هنبتدي نشم ريحة الحاجات البلدي الجميلة. كلاوي بيبقى ليها ريحة ما شاء الله مميزة جدا جدا جدا. بعد ما ننزل بالكلاوي بالشكل ده هنزود عليها شوية فلفل اسود. الأكلة بتاعتنا النهاردة دي الفلفل الاسود اللي لما بنزوده فيها بيدي كده نكهة حلوة قوي جوه الرز. ادي شوية فلفل اسود بالشكل ده وتقليبة كمان اهو. الكلاوي هي غيرت لونها بس طبعا لسه ما استوتش بهذا الشكل. سهلة وسريعة جدا جدا، واميز حاجة ان كله بيبقى في حلة واحدة، ما عدا طبعا الحلة اللي بعمل فيها المية الحلوة اللي هسقي بيها الرز اللي فيها السكر بيتكرمل دلوقتي. وكل شوية وانا واقفة كده هقعد اقلب في الكلاوي بالشكل ده. اوعوا تنسوا الفلفل الاسود مع الكلاوي، اول ما انزل بيها على البصلة تنزلي فلفل اسود عليها على طول، تلاقي ريحتها شهية جدا ان شاء الله. لونها غير اهو. يا سلام يا سلام يا سلام. هنا بقى عشان ندي طعم حلو وريحة كمان مميزة هننزل يدوبك بفص ثوم صغير كده مع الكلاوي بالشكل ده وهنقلب. بس روايح بقى ايه، ميكس روايح كده محترم بهذا الشكل. الله الله الله، حتى البصلة على طول خدت لون الكلاوي. وعندي الناحية التانية زي ما داغر جايب لنا كده السكر اللي بيتكرمل اللي هعمل منه مية حلوة قوي اسقي بيها الرز بتاعي. يبقى انتي شغالة كده في العينين مع بعض، هي خطوة واحدة وعيشي بقى. نقلب. وعلى فكرة السكر اللي بيتكرمل ده هنغمقه شوية، يعني مش هخليه في لون الكراميل العادي، لا هنديله ايه سيكة كده تغميقة شوية. بصوا المنظر عسل. هنا بقى يا جماعة بصوا داغر جايب لكم السكر اهو، شايفين بيغمق وانا سايباه يغمق عادي جدا. مش هقولك اطفي النار، مش هقولك ده كده اتحرق، لا بالعكس، كل ما غمق كل ما هيدي لون حلو، هيدي كمان طعم حلو قوي. كده بقى من بعيد هنجيب ميه سخنه بسم الله وننزل على السكر. يلا بينا. ادي كده الميه بتاعت الرز جهزت معايا بمنتهى السهوله. وفي نفس الوقت هنا الكلاوي هزود عليها شويه ميه صغيرين، حوالي كوبايه ميه سخنه. مجرد ما الكلاوي هتشرب كوبايه الميه السخنه دي تبقى استوت، اكمل الوصفه بتاعتي على طول اهو. شايفين ازاي كل ده انا شغاله في الكلاوي، بس دي اهم حاجه. الميه دي هحط فيها ايه بقى؟ هحط مكعب مرقه اهو، افركيه كده بايديكي. وهنحط كمان عودين قرفه خشب، ولو ما عندكيش حطي قرفه بودر. انا كده بحبش الميه اللي هسقي بيها تاني الرز. وهحط الملح، فين الملح؟ ما تزوديش الملح عشان احنا حاطين مكعب مرقه. فكده زي الفل. نقلب. بس الميه بس تغلب كل ده. مكعب المرقه بصوا هو لسه هو ما دبش، مكعب المرقه يدوب عندي الكلاوي هنا تتشرب الميه، انا الاكله بتاعتي خلصت خلاص زي الفل. شوفوا بقى لون الميه ده اللي هيديني لون الرز البني الجميل اللي احنا عاملينه اللي بالكبد والكلاوي. نشيل بقى كل اللي احنا مش محتاجينه ده وخلاويص، احنا زي الفل كده. حتى الملح والفلفل كمان شكرا جزيلا. تعالوا نشوف ايه الدنيا. هنا الميه بتغلي وهنا الكلاوي اهي بتتشرب بسم الله، وما تغطيش عليها، خليها تتشرب وتبخر لي كل الميه الزياده.
اهي خلاص كده هي دخلت في السوى زي الفل. عارفين عامله زي القوانص بالظبط، مش احنا لما بنكون شغالين في الكبد والقوانص برضو بناخد القوانص الاول ثلاث ارباع تسويه. بصوا هنا الميه خلاص غليت معايا وطفيت عليها خلاص النار، بس شكرا كده الدنيا امان وزي الفل. ادي الميه بتاعتنا واتحبشت صح. هنا الكلاوي خلاص ابتدت تشكشك معايا، في المرحله دي بقى هروح نازله بالكبده ونقلب. اول ما ننزل بالكبده هناخد معلقه الخلطه اللي انا قلت لكم عليها اللي هي ثوم مهروس مع فلفل، هنحطها كده تدي كده بصوا طعم حلو وريحه في منتهى الجمال مع الكبد والكلاوي، ونقلب. بس هنا بقى هتلاقي الروائح طالعه في منتهى الجمال. الكبده بس تشد مع القوانص والميه جاهزه، وعندي كمان الرز مغسول ومتصفي وجاهز. يعني احنا كده يا عم داغر مخلصين، ما تقلقش من حاجه. يلا بينا هناخد شويه زبيب، ده اضافه من عندي، حابه تحطيه حطي مش حابه براحتك. زبيب منقوع بس طبعا ده ايه بيدي بقى طعم حلو كده، بيخلي لك الرز ده كانه رز خلطه بالظبط. ونقلب خلاص الكبده كمان لونها اتغير، دخلت في السوى هي كمان كده الدنيا زي الفل. يلا يا ستي الكبده بس ايه يطمئن قلبي انها كمان استوت، هي كده كده هتكمل سواها مع الرز بس لازم برضو هنا تكون دخلت في السوى. هنجيب طبق، عارف يا داغر ريحتها طالعه حلوه قوي، ريحتها شهيه جدا، الثوم مع الفلفل بجد واصله لك. بس يا جماعه كده زي الفل، هاخد منها شويه اللي هحطهم على وش الطبق من فوق كده اهو، نصهم مثلا والنص التاني هسيبه جوه الرز من جوه. شايفين ازاي الشكل ده؟ بس هنجيب الرز ما شاء الله على الريحة. ننزل بالرز بقى كده عليها. يبقى احنا بعد ما عملنا الخلطة الحلوة دي خدنا نصها عشان نحطه على وش الطبق من فوق، والنص التاني حطيته على الخلطة، وهشوح كله في بعضه كده بالشكل ده اهو. خليه بقى يتشرب اي سوائل زيادة كانت نازلة كده من الكبد والكلاوي، الرز يشربها بقى ويديكي طعم في منتهى الجمال بالشكل ده. لو عندك عزومه بقى وكمان وعملتي الاكله دي هتعجبهم جدا. هنجيب بقى كبشه حلوه ونسقي الرز من الميه اللي احنا عملناها. بسم الله اسمعوا الاصوات الحلوه كده اهو، شايفين ازاي؟ وخدي كمان عيدان القرفه كده حطيها كده جوه الرز بالشكل ده. بصوا لون الميه هو ده اللون اللي هيبقى عليه الرز بعد ما يستوي ان شاء الله. ظبطي بقى ايه العقد المناسب بتاع الرز، نقلب. بس يا ستي اهو شايف شكله بقى عامل زي ده غير، بص ده بقى يستوي يديكوا لون بني في منتهى الجمال. هنا نجيب بس معلقه كده وندوق الملح في المرحله دي، اذ ربما ممكن يكون محتاج شوية ملح وإن شاء الله ممكن يكون مظبوط، هنشوف. محتاج شوية ملح فعلا، حاجة بسيطة عشان بس إيه نظبط الشغل. يلا شوية ملح كده حلوين. بس يا ستي وده بقى إيه هنسيبه يتشرب، وتعالوا نغرف اللي أنا عامله لكم قبل الحلقة على طول اللي غرفنا منه الأطباق الجميلة دي. تعالوا نغرف بقى كده ونشوف هنغرف ازاي مع بعض. نغطي بس على الرز ده كده، بس خلصت الشغلانه، اكلتنا خلصت سهله وسريعه بس شيك، واهم حاجه طعمه جدا جدا. يلا بينا، فين 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 الرز المستوي اهو. نجيب بقى طبق حلو كده ونغرف الرز بتاعنا.
الله عليك يا عم داغر، الله عليك، الله عليك يا اسلام. بس طبعا يعني انت البيك بوس بتاعنا. نقلب بقى كده، وطبعا الجو هنا ساقع جدا، فرفطه بس كده من بعضه. عسل، ريحه الكبد والكلاوي فيه حكايه ما شاء الله عليه. يلا بينا تقليب، تقليب حلو كده بهذا الشكل، وناخد بقى نغرف في الطبق. شوفوا لونه بقى عامل ازاي، الميه اللي عملناها وكرملنا فيها السكر طبعا ما تقلقيش خالص، ما بتديش طعم مسكر ولا اي حاجه. بصوا عسل كده، ودي الكبد والكلاوي اللي هي كانت جوه الرز، يبقى انا كده سايبه شويه جوه الرز. نوطي بس النار عشان الرز ما ده ما يتحرقش مننا. سايبه شويه طعمت بيهم الرز نفسه، وشويه هيتحطوا على الوش زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. قدموه بقى بالشكل اللي يعجبكم كده، ممكن تعملوه قوالب صغيره لفرد كده، وممكن تعملوه سيرفيس كبير لو عندك عزومه كده، ينفع وكده ينفع، مش هيقول لا كده. هون نظبط بقى الدنيا كده، ونحط الشويه اللي احنا جنبناهم في الاول خالص على الوش كده وفي كل حته زي ما هنشوف مع بعض. يلا بينا. بصوا بقى هنيجي كده وهناخد الاول شويه كده على الوش من فوق بالشكل ده، شوفوا جماله. بصوا اظن نفسكم اتفتحت بقى كده، ولما تعملوه بقى وتشموا الريحه هتعرفوا انا بقول لكم ايه، هتعرفوا قد ايه هو جميل. وعلى فكره ممكن يتعمل بالكبد والقوانص بنفس الطريقه، لو انت ما عندكيش كلاوي عادي بالكبد والقوانص بتاعت الفراخ برضو. دي كبد اللي انا عامله بيها، دي كبد وكبد وكلاوي بلدي زي ما يعجبك اللي موجود عندك. ايه لميس شايفه المنظر؟ شايفه يا اختي، شايفه شايفه، وعايزه ادوق بقى كفايه كده. مش نفسك تقولي كده؟ شويه زبيب طبعا. يلا الزبيب بقى والمكسرات دي اختياري لو موجود عندك، شويه مكسرات كده في كل حته لو فيه، مفيش خلاص كده شكرا قوي. بس يا جماعه ادي الطبق الجميل بتاعنا النهارده مع شويه سلطه، ونبقى عملنا وجبه كامله متكامله فيها نشويات، فيها بروتين، فيها السلطه كمان، يعني حدث ولا حرج. نوسع بقى ايه لطبقنا، ايه اللي احنا عملناه، الطبق الاصلي بتاعنا ده. يلا بينا. بس كده شفتوا سهله وسريعه ازاي؟ بصوا الطبق شكله عامل ازاي. بص يا دغر الجمال بتاع الطبق ما شاء الله عليه، اهو الف هنا وشفا ليكم جميعا يا رب. الوصفه سهله وسريعه زي ما احنا متعودين مع بعض، بس شهيه جدا جدا زي ما قلت لكم، ينفع عزومات، ينفع تعمليه في البيت، سريع وسهل وغني بكل حاجه انت محتاجاها او محتاجه تقدميها لاولادك. يا رب الوصفه تكون عجبتكم. فقرتنا خلصت بس حلقتنا لسه ما خلصتش، اطلعوا فاصل بسرعه وارجعوا لي نكمل حلقتنا مع بعض. فاصل قصير بس اوعوا القناه تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. وصلنا لفقره المبادره اللي قلب الدنيا على الفيسبوك، والنجاحات اللي ما شاء الله مستمره، وكل مره بنجيب لكم ثمره من ثمرات المبادره الجميله دي هي بتتكلم عن نفسها. يعني احنا دلوقتي مش مجرد صور قبل وبعد، لا
ده الحالة بنفسها موجودة، هي اللي بتتكلم عن نفسها قبل وبعد، وازاي قدرت تخس وازاي خدوا القرار وعاشوا حياتهم بعد كده ازاي، وايه العوائق والحاجات الصعبة اللي كانت مصعبة الحياة قبل دلوقتي بقت سهلة، وبيقدروا يعيشوا حياتهم بمنتهى السهولة وبمنتهى الصحة أهم حاجة، وكمان شكل حلو ومظهر كمان في منتهى الجمال. معايا النهاردة منوراني صاحبة المبادرة اللي قلبت الدنيا الجميلة، اللي دايما بقول عليها جميلا قلبا وقالبا، دعاء سهيل خبيرة التغذية الحاصلة على دكتوراه في علم التغذية البشرية، أولى مؤسسي فكرة التخسيس أونلاين، مؤلفة كتاب التغذية وأثر الوعي والممارسات الغذائية على النمو الجسمي، وصاحبة مبادرة السمنة ناقوس خطر، حبيبة قلبي اللي دايما منوراني، والمبادرة الكريمة اللي بحب أسمع اسمها منك. أهلا بحضرتك يا شيف. حبيبتي المبادرة بتاعتنا السمنة ناقوس خطر. ناقوس خطر، وبتقوليها بثقة، بتوصلي كلمة ناقوس خطر لكل الناس اللي بتتفرج فعلا. علينا يعني فعلا اللي ما ياخدش باله ان زيادة الوزن جرس بتدق له كده، خد بالك انت عرضه لتبعيات ما بعد زياده الوزن، انت عرضه لامراض انت في غنى عنها، وربنا يا رب ينعم علينا جميعا بالصحه. السمنه ناقوس خطر يهدد حياته، مستقبله، صحته، يهدد انه يكون عايش انسان طبيعي. بس انا شايفه من اغلبيه ثمار المبادره الشباب. طبعا. وان حضرتك بتهتمي جدا جدا مركزه عليها الشباب. بصراحه انا لاحظت الموضوع الشريق ده. برافو على حضرتك فعلا. الاحصائيه الدوليه اللي كل سنه بتصنفنا من ضمن الدول التي تعاني من زياده الوزن، احنا درسنا وعرفنا، احنا كمصريين عرفنا ان الشريحه العمريه داخل المجتمع المصري الاكثر معاناه من زياده الوزن هي شريحه الشباب من ال 18 لل 35. طبعا دي مشكله كبيره جدا. طبعا قوه المجتمع في شبابه. هل يصلح ان قوه المجتمع تكون مخوخه؟ قوه المجتمع تكون تعاني من زياده وزن، عرضه ل 44 مرض، وربنا يا رب ينعم علينا جميعا بالصحه. طب هو المجتمع بيقوم ايه غير بشبابه؟ لازم بيقوم على اكتاف الشباب اللي فيه. الشاب اللي فيه لما يعاني من زياده وزن ويكون شاب كسول ويكون شاب مش عايش حياه صحيه، او يكون النهارده هو عرضه لزياده وزن، غدا لا قدر الله يصاحبه ضغط مرتفع، سكر درجه ثانيه، نعد بقى وبعد الشر عنكم وعن السامعين 44 مرض. فكان لازم اركز طبعا واقول السمنه ناقوس خطر. ايوه خطر، احنا قوتنا في شبابنا، وشبابنا اكتر الشرائح داخل المجتمع المصري تعاني من زياده وزن. طيب نرحب بقى بكريم بثمار مبادرتي. أيوة. السمنه ناقوس خطر ثمره مهمه جدا، وبرده أيوة. الشباب، فئه الشباب اللي بنتكلم عليها. وكريم خس 37 كيلو. 37 كيلو، وهنشوف صور كريم دلوقتي واحنا بنتكلم معاك. ازيك يا كريم؟ انت منورنا النهارده. نورك. قول لي بقى انت كان وزنك قد ايه في الاول؟ 125. 125. نشوف صور كريم يا جماعة كده، يلا بينا نشوف قبل وبعد. وكريم اهو قاعد في وسطينا، هو هيتكلم بنفسه عن حالته. يا كريم بصوا يا جماعة، حد يصدق ان ده كريم اللي قاعد جنبينا دلوقتي؟ انت نفسك دلوقتي لما بتشوف الصورة دي بتصدق ان انت كنت فقدت 37 كيلو في قد ايه يا كريم؟ 3 شهور. 3 شهور. في 3 شهور مع هدى خبيرة التغذية من الفريق. ومش معنى اقول مع فلان او سين او صاد، فلان ده مشي على البلان اللي احنا بنحطها في بداية العام، يعني فعلا سمع منه كويس، بالتالي عرف ايه الكورس المناسب ليه، بالتالي ما شاء الله ما شاء الله هو كمان خلص التثبيت وبقاله اكتر من 7 أو 8 شهور مثبت. كمان مثبت. يعني مثبت اكتر من سنتين. كمان سنتين. كمان. ايوه. وزي ما انت ما زدتش في الوزن ولا لا لا لا. في الوزن ولا كيلو حتى، لا يعود الوزن مره اخرى. طب اهو نموذج حي اهو ان الوزن ما بيرجعش. لا ما بيرجعش. ليه ما بيرجعش؟ مع مرور الوقت. انا هنا مشكله كانت كريم ايه، كل اللي بيجي 90، انا مش عايز اقول 99، ده 99% ممن يعانوا من زياده وزن في شريحه شاب يقول لك انا باكل فاست فود، انا باكل في اوقات متاخره، انا باكل في البيت، باكل بره البيت، ما عنديش تنظيم لمواعيد حياه الشباب عموما. فاحنا اذا تجنبنا الملح والسكر في حياتنا، اكلنا 3 وجبات بدري في الساعات النهاريه، شربنا ميه كتير، كلنا كل حاجه واي حاجه ولكن بنسب قليله معتدله، لا يزيد الوزن ولا تحتاج لا لدعاء سهيل ولا لفريقها. الموضوع كله انا بتكلم ان انت تكون عايش حياه صحيه طبيعيه خاليه من زياده الوزن، خاليه من السمنه، انت بعيد عن ارض السمنه لانها فعلا ناقوس خطر يهدد حياتنا. وما شاء الله 37 كيلو. كانت مشكلته ايه بقى؟ ما يحكي لك وانا اعقب. قول لنا يا كريم بقى،
كانت مشكلتك ايه؟ يعني كنت الشهيه العاليه بتاكل على طول؟ ايوه ما كنتش ببطل اكل الصراحه يعني، كنت باكل في اي وقت. انت بتحب الاكل؟ ايوه كنت بحب الاكل. كنت حاليا الوقت كنت. ما مره لا ده بيعدي لحضرتك يعني. شفتي كنت كنت بحب الاكل في الاول. كنت باكل سكريات كتير وباكل بره كتير. فانا تعبت ويعني ما مش عارف، ما عدتش عارف بقى خلاص. اللي خلاك بقى في لحظه كده خدت قرار انك لازم تخس؟ اكيد حصل يعني حصل كتير يعني. كنتش بقدر امشي مع اصحابي دايما. كنت بهبط دايما في طلوع سلم بتاع. ما بقدرش العب كوره انا في ثانويه عامه، كنت بمشي مثلا هم سابقيني بخطوات كتير. ببقى ماشي لوحدي ورا على طول. فانا تعبت فقررت يعني ان انا اخس. ففي ناس عندنا في البلد خدوا الكورس، فانا سالتهم وتواصلت مع فريق العمل ومع الدكتوره يعني هدى. الدكتوره هدى الدكتوره هدى عبد السلام. فيعني الحمد لله اتصلت وقلت لها، حكيت لها بقى على كل أيوة ظروفك. ايوه حكيت لها على كل الظروف وبعت لها صور ليها يعني في جميع الاوضاع. فهي قالت لي يعني ابعت لي صور ليك، فبعتت لي الكورس المناسب والحمد لله يعني. ابتديت بقى في الكورس على طول؟ ايوه انا ابتديت فيه على طول. فاول 10 ايام حسيت بفارق. انت كنت اصلا واثق موضوع التخسيس اونلاين ده؟ يعني وانت بتتصل كده كنت متاكد ولا بتقول انا اجرب؟ انا قلت اجرب لان انا جربت كتير. جربت انا عايز جربت الدايت كتير. السيئه عم والحسنه انا عايز الكلمه. انا جربت الدايت كتير. الوحش بياخد الحلو. ايوه لان انا من صغري اصلا يعني كده، من صغري مليان. من صغرك من صغري. يعني بصي دي طبيعه احكي لحضرتك. أيوة من صغري طبعا. تمام وبعدين كمل. فلما تواصلت معاهم يعني فجابوا لي الكورس المناسب. فاول 10 ايام حسيت بالفرق. من اول 10 ايام جسمك ابتدى ينزل. ايوه حسيت بالفرق. اتخضيت بقى قلت أيوة ايه ده انا بحس يعني بجد ولا بقى ايه؟ مش زي كل مره ده الاونلاين ده المره دي صح معايا ولا ايه؟ مش زي كل مره مثلا ان انا اخس وارجع اتخن تاني. لا ده المره دي الموضوع جاد. ايوه انا قلت بقى اكمل وكملت للاخر. وانا بقالي سنتين دلوقتي مثبت، سنتين وشهر بالظبط مثبت. ولا جسم زاد ولا حاجه، ممكن زياده في كيلو وانزل تاني كيلو وانزل تاني. يعني لما جيت كده بعد اول اسبوع فجاه بتلبس هدومك مثلا. أيوه بتلبس البنطلون هي من ناحيه واسع شويه. ايه ده ما كانش واسع كده؟ ما كانش واسع كده. ايه ده؟ أيوه انا فعلا خسيت. ايوه فخدت القرار ان انا اكمل. انا خدت القرار ان انا اكمل وكملت والحمد لله. شجعت. ايوه وهي يعني كنت بخش الاول مع اي محل لبس اخشه كان ليا قسم خاص كده، قسم الناس ال 5 اكس و 6 اكس. المقاسات الكبيره بيتسمى المقاسات او المقاسات الخاصه. مقاسات خاصه. مقاسات خاصه. حاليا دلوقتي انا بلبس 2 اكس واكس لارج، يعني فرق كبير. اخش اي محل من 5 اكس لاكس لارج ده اختار اللي انا نفسي فيه. طبعا كنت بقى يعني دلوقتي اخش اختار اي لبس، امشي مع اصحابي براحتي، امشي العب كوره اجري. يعني حته لعب الكوره ديت في الاول ما كنتش بقدر. كنت بتحرج وانا مع اصحابي كله بيجري وبيلعب انا لا وما فيش فريق عايز ياخدك قول الصراحه. أيوة. من الاخر من الاخر انما دلوقتي بنلعب عادي وبنجري ومشي في الجامعه ما ببطلش ماشي عامه ما شاء الله والحمد لله. يعني الاكل بقى ما عادش بيجي على بالي خالص. ممكن وحتى لو هتاكل الموجود يعني تاكل اي حاجه. اي حاجه باكلها. ممكن مثلا من الصبح انا بروح الكليه مثلا من الصبح من ساعه ما اصحى من الساعه 6 لغايه ما ارجع على سندوتش واحد والحمد لله ما بجيش في دماغي اكل خالص. من ناحيه السكريات ده بطلت السكريات خالص. انا كنت الاول بشرب بثلاث معالق واربع معالق، حاليا بشرب بنص معلقه. يا نهار ابيض بتاخد اربع معالق سكر مثلا في الانسان الطبيعي ممكن ياخد معلقتين سكر على مدار اليوم. معلقتين على مدار اليوم. طبعا هو في الكوبايه الواحده كان ثلاثه واربعه. انا فاهمه. ايوه يا نهار ابيض. وكنت مثلا اخش اي محل حلويات اي فلوس معايا اجيب بها اي حاجه كلها حلويات اي حاجه كلها. انما دلوقتي انا جايه لك. ايوه انا سايبه دلوقتي بقى ما عادش زي الاول خالص. الحياه اختلفت خالص يعني اتغيرت 360 درجه. قدام محل حلويات دلوقتي لا ما خلاص. انا اتعودت على كده. معمول بزبده حلوه كده والله لو ريحه الزبده كده ما تجيبكش كده ولا تجيبش حلو. على فكره في مقوله خاطئه يقول لك السمنه البلدي او الزبده البلدي بتخن. لا لا دي الصحية. دي الصحيه. طبعا الناس فاهمه غلط وياما بقى ومش مهدرجه ومش مغليه. لا طبعا يعني اكيد صحيه اكتر هي والزيت طبعا دلوقتي فرقت معاك بقى في موضوع الاكل والشرب. فرقت في كل حاجه في حياتي بصراحه. يعني اتغيرت 360 درجه عن الاول. كان كلام زمايلك بيزعلك؟ ايوه
هو أيوة مش كلام زمايلي بزعلني، هم ليه هم انا كنت بقعد مع نفسي كده، طب ليه انا تخين وهم رفيعين؟ طب ما انت عيونك زرقاء انت بقى كده ايه ملامحك ملامحك بانت. ايوه كتير عارفه يعني. ما شاء الله يعني احلو يعني شوفي الصور ربنا يحميك السمنه كانت أيوة. مغطيه على ملامحك. ايوه فعلا. انا في البيت عندي لما بشوف الصور اصلا بستغربه، انت ازاي كنت كده؟ انا اصحابي انت بتقول لنفسك كده؟ ايوه انا ازاي كنت كده، هم في البيت بيقولوا لي قولوا لي ازاي انت يعني بصراحه انت كنت حاجه كبيره. بص نفس انا في ناس شافت الصور اصلا ما صدقتش ان انا ده. قالت ده ملعوب فوتوغرافر لا في فوتو سيشن ولا لا يا جماعه الاجابه على الكلمه دي الحاله اهي الاجابه على الكلمه دي ان في جيران بيبقوا معاه على مدار عمره وشايفينه زايد وزنه ولو هو عمليه اكيد دكتور اللي عامل له العمليه مش هيسيب دعاء سهيل وهي قاعده بتعرض انجازاته وهو قاعد المفروض ان هو اللي مخسسه. الحمد لله نحن في غنى عن ان احنا نجيب حاله مش قصة معانا. احنا 9 سنوات يعني معلش اولى مؤسسي فكره تخسيس اونلاين 7 سنين بنتكرم في مهرجانات اكبر مهرجانات مصر. اللهم لك الف حمد ولك الف شكر. يعني لينا تاريخ كبير قوي على اليوتيوب بحالاتنا كل السنوات دي وتوثيق لكل لحظه نجاح مع كل حاله وتوثيق لكل مبادره نجحت وقد ايه احنا اشتغلنا عليها. طيب بمناسبه الكلام ده ناخد بسرعه الصفحه على الفيسبوك الموثقه بالعلامه الزرقاء هتنزل لكم دلوقتي وكمان صفحه الانستجرام زائد ارقام التليفونات اللي بتبقى موجوده على الشاشه. ومفاجاه كبيره كمان ان ارقام التليفونات دي عليها خدمه الواتساب كلها خدمه دي الواتساب. مهمه جدا اللي يتصل على ارقام التليفونات ما تجمعش معاه، خدمه الواتساب شغاله يا جماعه مع خبراء التغذيه. وادي كمان الصفحتين قدامكم لا والنهارده عامله لهم عرض فيسبوك كمان. والانستجرام بسرعه نلحق ناخد العروض. النهارده الكورس الواحد عليه 20% وهديه، الاثنين كورس عليهم كورس هديه وكمان 20% خصم على التوتال. وكمان النهارده الشحن مجانا. الشحن مجانا كمان، يعني مش بس احنا جايبين لكم كريم بنفسه بيتكلم وقاعد قدامكم اهو بيقول لكم هو كان ازاي ودلوقتي بقى ايه، لا ده كمان في عروض حلوه جدا جدا وما تنسوش دعما الشحن لمبادرتنا. مجانا. طيب قول لي بقى يا كريم دلوقتي اصحابك بقى فخورين بيك بقى. ايوه وحاسين لا انت عملت انجاز في حياتك. ايوه يعني انا في ناس من زمايلي الجداد اللي انا اتعرفت عليهم في الكليه مش مصدقين ان انا ازاي كنت كده وبقيت كده. في ناس انا جبت الناس دول الجداد. ايوه دول الجداد اللي هم ما عصروش بقى معاك اللي هم ما حضروش معايا السمنه في السمنه لما حضروش معايا يعني مش مصدقين ان انا كنت كده وبقيت كده. وفي ناس عندنا في البلد خدوني لهم مثلا قالوا هو خاس احنا عايزين نعمل زيه. جبت الناس كتير خليتهم يتواصلوا مع خدمه العملاء بتاعه الدكتوره دعاء ومن ضمنهم فارس. فارس هو كان طالع معاكم حلقه برضه والله ده فارس ده كريم ده فارس شاب كريم فارس. انا كريم صاحب فارس. ايوه فناس كتير خدته بفضل الله كان فارس الدكتوره صح موجود معانا قال لك صاحبي كريم انا شفته خاسس فرحت واخدت الكورس بفضل ربنا وبفضل الدكتوره بفضل يرجع لها يعني ان هم كلهم خسوا ومبسوطين باللي هم عملوه يعني طب وانت مبسوط باللي انت عملته؟ انا مبسوط والله. بتعتبره انجاز من انجازات حياتك؟ ايوه انا كنت واحد وبقيت واحد تاني خالص يعني شوف الكلمه الدرجه دي طبعا لو كان عنده مشاكل كتير يعني لما نيجي نشوف مشكله كريم كانت ايه؟ شهيه عاليه. لا مش بس شهيه عاليه كمان نسبه ان هو يميل للسكريات اعلى. يعني هو محتاج نسبه سكر في دم مش مظبوطه. عشب الفولينج لازم يكون موجود علشان كمان ما يجريش على السكريات. فاديت له نسبه عاليه جدا من عشب الفولينج وده العشب المسؤول عن تحسين المود. هو انا ليه بجري للسكريات؟ ببقى نسبه السكر في الدم مش مظبوطه بالتالي بجري بسرعه على السكريات. اذا اتظبطت النسبه دي شهيه السكريات انعدمت. كمان لازم اقفل له الشهيه. طيب انا قفلت له الشهيه وكمان هو طفل يعاني من زياده وزن منذ الصغر. معانا مكالمه دي بتبقى اصعب. لا دي بتبقى اصعب بالظبط. اما نيجي نتكلم الطفل اللي بيعاني من زياده وزن وهو صغير بيكبر شاب بديل. لان من البدايه في غلطه كبيره جدا الامهات بتقع فيها. خلص طبقك الولد اكل قطعه البروتين كل معلقتين الخضار اكل سلطه بلاش تضغط خلاص خد طقته بس او خد تضغط. اللي هو يكفيه لما اقول له خلص طبقك كبر معدتك وكبر شهيتك كبر الوجبه بتاعتك. بالتالي بيكبر شاب وجبته كبيره بيكبر يعاني من شهيه عاليه.
بالتالي تفضل المعدة تكبر، المعدة عاملة زي الشراب تتسع على حجم الموجود. فأنا بديله أكل فبكبر في المعدة. طيب أنا لما أجي أخسسه المفروض ما أخسسوش بقى إيه بهدك، المفروض إن أنا ما أقولوش أعمل دايت، أنا أديله الأعشاب اللي تملى المعدة وتخليه هو من نفسه قدام الأكل اللي بيحبه ومش بيجاهد نفسه. وعلشان كده أخد كورس البيسلم تالت شهر غيرنا طبعًا. بنغير طبعًا. يعني ما ينفعش الفترة كلها هو يقعد على كورس واحد. لا طبعا في ناس بيتماشى معاه بس مش كتير. لكن لازم أغير حتى لا يعتاد الجسم على نوع المادة العشبية. طيب ناخد زينب على التليفون. اتفضلي يا أستاذة زينب. اتفضلي حضرتك. أهلا وسهلا. الله يخليك يا أستاذة. ازيك منورانا. ده نورك أنت اللي نور والله. ربنا يخليك. اتفضلي يا حبيبتي احنا سامعينك. عايز أسأل حضرتك هو مضر للشعر ولا لا؟ مضر للشعر ولا لا؟ بصي حبيبه قلبي، طيب اقفلي اقفلي واسمعي حالا حالا هنجاوبك. اتفضلي. انا دلوقتي لما اديكي ماده عشبيه او مكمل غذائي علشان يفقدك الوزن، المكمل الغذائي اللي هيقفل لي الشهيه، فانا اتقفلت شهيتي، بالتالي الغذاء اللي انا باكله اللي مسؤول، ما هو ايه المسؤول عن غذاء البصيله؟ الاحماض الامينيه. تمتد الغذاء بتاعها من ايه؟ من الفيتامينز اللي داخلالي. فانا بطلت اكل فامتنعت عن الغذاء، وده اللي بيخلي ناس كتير بتعمل دايت الشعر بيتساقط. الشعر بيتساقط علشان انا مش بدخل الفيتامينز اللي موجوده داخل مكمل الغذائي. هو اسمه مكمل غذائي ليه؟ عشان يكون كبديل او كمعوض غذائي. لذلك بحرص كل الحرص ان المكمل الغذائي ده يكون فيه بي 12 علشان حتى لا يتضرر الشعر. كمان انا مش عايزه البشره يعني تكون شاحبه او فيها شحوب، لازم يكون كمان فيها فيتامين سي. اذا انا حرصت ان يكون المكمل الغذائي يحتوي على مينرالز على فيتامينز يبقى اكيد مش مضر. انا بيهمني زائد انه مرخص وزاره صحه، ومفيش حاجه مرخصه وزاره صحه بتكون مضر. طيب يبقى احنا مكمل غذائي ده مهم جدا طبعا. مع كل كورس بنوصفه لكل اي حاجة. مكمل غذائي بدون فيتامينز ملوش اي لازمه. ملوش اي طبعا لازمة. طبعا هيخسسني بس هيقفل شهيتي بس هبطل اكل بس تعالي شوف البشره هتكون فيها شحوب، هنشوف الشعر هيتساقط، هنشوف لو مش فيه فيتامين دي هنلاقي مش قادر هزلان. فانا علشان اخد الباور ده وعلشان افضل مكمل بقله اكل وعشان افضل مكمل بشهيه مقفوله لازم يكون فيه كل البدائل وكل المعوضات. امال اسمه مكمل غذائي ليه؟ مكمل يعني كل اللي انا بفقده هو بيكملهولي. انا قفل الشهيه، كمان الفيتامين سي اداني نضاره للبشره، بي 12 علشان شعري، اما اذنك علشان خاطر مناعتي. اذا كلمنا في كل ده ده اسمه المكمل الغذائي. ادويه التخسيس تنقسم لثلاثه، نوع بيخسس ولكن كيميكالز مش بصحه، النوع الثاني عشبي مرخص وزاره صحه بيكون يحتوي على كل الفيتامينز والمينرالز اللي بيحتاجها الجسم. فده اللي انا بشتغل بيه تمام، وطبعا موجود في مكملات غذائيه عديده علشان بس ما اكونش بعلن عن نوع انا مش بعلن عن نوع. رقم ثلاثة نوع لا بيضر ولا بينفع، وده اللي انا ما بشتغلش بيه، يعني لا الاول ولا الثاني، لان انا برفض المكمل الغذائي اللي بيحتوي على كيميكالز اللي ما بيخسسش بصحه، اللي بيقفل الشهيه عن طريق المخ، اللي فيه مواد مشكله طبعا اللي فيه مواد كيميائيه ضاره على الصحه، وتقريبا ما بقاش موجود في مصر يعني. اللي هو الكيميكال. طبعا. لكن احنا بنشتغل على اعشاب طبيعيه 100% مرخصه كلها، مفيش ما ذكرتش اسم مكمل غذائي حد فاكرهولي وعايز الترخيص الا لما موجود وبيترسل كمان معاه في الشنطه. طيب بناكد تاني ان عندنا كورسات كتير طبعًا. كم كورس معانا؟ 33 كورس لكل حاله صحيه وفئه عمريه. اذا انا دلوقتي يعني انا دلوقتي كريم لوحده اخد 3 انواع، خد كورس البيستا علشان بيحتوي على التفاح الاخضر، انا عايزاه يكون فيه مضادات اكسده، انا مش عايزه يحصل عندي ثبات وزن. ده اديته له ثالث واحد هو ما شاء الله في 3 شهور متتاليه خس 37 كيلو، كان عنده سيمتريه هايله 12 في 12 في 13 كيلو اول مره. حلو جدا. اول مره قال لي انا الشهيه اتقفلت خالص، حتى انا عندي مشكله ان مفيش ليونه
في عمليه الاخراج. بسرعه لازم اديله كورس البيسلم اللي بيحتوي على نسبه عاليه جدا من البرومالين، وده خلاصه الاناناس، ومعروف انه منظم جيد لحركه الامعاء. رقم ثلاثة، انا مش عايزه يحصل له ثبات وزن، فاديته كورس البيستا مرخص وزاره صحه يحتوي على نسبه عاليه جدا من التفاح الاخضر، ومعروف ان اعلى مضادات الاكسده في التفاح الاخضر. يعني دي فايده المتابعه كمان طبعًا. انه لما حصل معاه مشكله في تطور على طول بيتكلم مع خبراء التغذيه اللي بيتابعوا اول مره الشهيه اتقفلت على طول، وبالتالي الداخل بقى قليل فابتدت عمليه الاخراج تكون صعبه. فطبيعي جدا ان انا ابقى فاهمه ايه الماده العشبيه اللي هتفقد الوزن بعد كده ويكون بشكل امن. طب احنا معانا شيماء على التليفون. يا شيماء اهلا وسهلا. ايوه عامله ايه حبيبتي؟ ازيك يا شيماء؟ عامله ايه حبيبتي؟ الحمد لله جدا، ربنا يخليكي. والله مصر كلها بتحب الشيف هاني. ربنا يخليك حبيبتي، ربنا يخليك يا شيماء. اتفضلي احنا معاكي. بصوا استحملوني انا متوتره شويه، اول مره في حياتي هتكلم في التليفون. ولا تتوتري ولا حاجه، ولا تتوتري ولا حاجه، تسمعك 100 مليون بس اتفضلي اتكلمي. انا كده متوتريه اكتر. قولي يا شيماء. كان وزني بصراحه عالي جدا، انا كان وزني 124 124 بطني كبيره وكان عندي دراعات كبيره جدا، ما كنتش بلبس غير جلاليب مقاس امهاتي، وانا سني اصلا ما يكملش ال 25 سنه. وكان دايما ده عامل لي مشكله مع بيتي وفي حياتي مع اللي حواليا، كل ثلاثه بيلبسوا مثلا انا ما بلبسش. انت متجوزه يا حبيبتي؟ اكيد صحيا يا شيماء برضو. وصحيا مش شكلا بس، اكيد صحيا. لا طبعا. مدام ولا مدمازيل؟ لا مدام، معايا ثلاث اولاد. كان عندك مشاكل في البيت بسبب زياده الوزن؟ طبعا طبعا، ما كنتش بعرف اعمل حاجه، ودائما حتى يا اللي قدامي مش محسسني بمشاكل، انا حاسه ان انا عندي حاجه ناقصه. يعني دايما انا زعلانه. وفي نفس زياده الوزن تفقد الست ثقتها في نفسها. وكمان اكيد هي يعني هي شوشو سمع سمع السؤال. ايوه سمع. زياده الوزن يفقد الست ثقتها في نفسها حقيقه 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 كتير، حتى وهي حلوه وانا على فكره مش بشوف نفسي انا حلوه مش جدا. لو هي حلوه ده انا عايزه اديكي مفاجاه، ان كل الستات اللي وزنهم زايد او التخان وشهم مدور وزي القمر ويطلق عليهم المون فيس، انا مش بتكلم ان الست وحشه، الست اللي تعاني من زياده وزن هي عرضه انها تكبر بدري قبل اوانها، هي عرضه للشيخوخه. اما حد يشوفها يقول لها يا حاجه وهي تبقى لسه صغيره 25 سنه وده يأزمها نفسيا، لكن مش بتكلم على الشكل طبعا. انا ممكن يبقى في قدامي ست انا ببقى عارفه ان هي عندها 45 سنه ممكن تقول لي حاجه، وهي اصغر وهي اكبر منك. ليا انا بس هي بتبقى طبعا لابسه وجسمها حلو، فيبان كتير قوي ان انا اكبر منها بكتير. وفي نفس الوقت انا ظروفي بصراحه ما اخبيش عليكي صعبه جدا، ما اقدرش ان انا اروح لدكتور، وعلاجاتهم بتاع كل شهر اللي انتوا عارفينها. طب عملتي ايه يا شيماء بقى؟ فبصراحه واحده نصحتني، طبعا هي ما نصحتنيش لان انا من زمان قوي وانا بتفرج على الدكتوره دعاء في التلفزيون، ومن يا رب يخليك، وفي كل مره كنت بشوفها جايبه حاله كنت ببقى فرحانه واتحمس، ونفسي نفسي اغمض عيني اللحظه كده واقعد اعيط واقول يا وانا مكانهم يا حبيبتي. بس طبعا كنت بتتمني ان انت تبقي على الكرسي ده وتتكلمي عن نفسك انت كمان. دي حقيقه دي حقيقه، بس كنت برجع تاني واقول انا مش ما اضحكش على نفسي، انا قدرت اجيب المره دي مش هقدر اجيب المره الجايه. تمام. هو ده دايما اللي كان بيوقفني لغايه ما جت لحظه كده حصل مشكله في حياتي، قلت انا لازم اتحرك. في حاجه لازم تحصل جديده، يعني لازم اعمل حاجه. فساعتها انا اتصلت على الدكتوره دعاء والله يبارك لها ويعني يوفقها كمان وكمان يا رب. طبعا انا ده كلام الدكتوره دعاء مش انا اللي بقوله، هي دايما تقول مش انا لوحدي. انا ناجحه كده عشان معايا فريق صح. ربنا يخليك. طبعا محدش ناجح لوحده حبيبتي. لو دعاء سهيل خلصت الدكتوراه في علم التغذيه البشريه وطلعت عملت الحلقات على التلفزيون مش هتنجح. انا مش هنجح غير مع فريق فاهم مدى الرساله اللي بيقدمها للمجتمع بتاعه، وان احنا ناس مش احنا هدفنا ان احنا يكون لنا اسم في مجال التخسيس، في مجال التغذيه، في مجال فقدان الوزن. عايزه لما يطول بينا العمر يعدي 100 سنه نقول ان في حد كان مؤسس لفكره التخسيس اونلاين الله يرحمها ست كانت وتتقي الله، ان انا قدرت اعمل حاجه في فقدان الوزن لناس كتير. ما خبيش عليكي ساعات كتير كنت بقول ده مش حقيقه. ما خبيش عليكي انا صريحه كده، يعني لما كنت كدا. خايفه صوره اشوف صوره واحد مثلا ما خبيش عليكي كنت اقول في حاجه غلط. وبعدين يعني فبعدين انا اتجرأت وربنا سهل لي وناس وقفت معايا وبدات اجيب اول كورس. اول كورس ما برده ما نزلنيش على الميزان، نزل وزني جامد بس تعالي شوفيني مقاسات. تعاشوا فيني مقاسات، يعني انا نزلت مقاسات. مقاسات. طب بصي انت اسمك ايه؟ انا اسمي شيماء. بصي يا شوشو انت مش هتدفعي ولا ثمن اي كورس لحد ما تفقدي كل الوزن الزائد،
من دلوقتي وانا بقولها لك اهوت، وان شاء الله بعد 5 أو 6 شهور باذن الله هنفكر الناس بيكي وانت فاقده الوزن، وانا هتولى فقدان وزنك ده دي كادو مني. يعني بصراحه مش عارفه اشكرك ازاي، وكمان انت معاكي حد في الفريق اسمه دكتوره ايمي. ايمي كلهم ما تزعليش حد مني، كلهم عيالي. مش فهماني بس انا بجد اللي تابع معايا ايمي، ايمي عايزه اقول لك ان انا كنت كل دقيقه بكلمها، انا والله العظيم ثلاثه نفسي، انا بقول لها بتقول لي فيهم داخله، يعني انا بقول لها نفسي اطلع مع الدكتوره وعشان اشوف الدكتوره وبحبها، بس انت ليكي حق جوايا انا مش عارفه اوصلها يعني ايه. لا هم انا عايزه اقول لك ان خبراء التغذيه يا اسمها ايه؟ شيماء. يا شوش شيماء. بص يا شيماء، خبير التغذيه لازم يكون انسان وواسع الصدر وعميق السمع علشان من يعاني من زيادة وزن لديه العديد من التساؤلات والاضطرابات النفسية والعديد من الأسئلة اللي محتاج إجاباتها، فلازم يكون واسع الصدر، ما يبقاش خلقه ضيق، اسمعه كويس عنده مشكلة. انا عايزه اقول لك لا يتفضل يشتغل بعيد عني. لما كلمتها او دكتوره دعاء والله حقيقي انا كنت واصله لمرحله في مشكله في بيتي ومش موجوده وتقريبا مش معايا حاجه خالص، وانا قالت لي اول حاجه احنا هنعمل كده عشان نفسك وانا مش هسيبك. طيب وشوفي الياس اللي انا كنت فيه، قالت لي انت هتبقي 70 انت هتظهري. لا انا ما بقولش لحد يخس عشان خاطر حد، هكمل هعقب لك بقى على كلامك. بصي يا شيماء، اقفلي اقفلي واسمعينا يا حبيبتي. اولا ما فيش حاجه اسمها خس عشان خاطر حد، انا خس علشان انا بدين واعاني من زياده وزن وانا عرضه ل 44 مرض، وربنا ينعم علينا جميعا بالصحه يا رب اللهم امين. واحده بتحب جوزها وبتخس عشان خاطر جوزها، طبعا ده شيء جميل، ولكن قبل جوزك نفسك. ان انت ما تكونيش عرضه لده، ان انت يكون عندك ثقه في نفسك، يكون حالتك الصحيه مظبوط، ان انت ما تكونيش عرضه لاي مرض. تخسي عشان نفسك مش عشان حد، بس دي اهم حاجه طبعا. طيب احنا عايزين بقى دلوقتي يا جماعه نقول على ارقام التليفونات اللي موجوده قدامكم على الشاشه، زائد خدمه الواتساب اللي على نفس الارقام، زائد كمان صفحه الفيسبوك اللي نزلت اهي قدامكم الموثقه بالعلامه الزرقاء، دي صفحه الفيسبوك برضو خبراء التغذيه بيردوا عليكم. اه طبعا. وكمان صفحه اي مسج على الفيسبوك او على الانستغرام بيتم الرد عليه فورا. اللي بيعرفش يوصل او بارقامنا بتكون يعني مشغوله او وات ايفر، يعني المفروض ان بيبعت يدخل على الواتساب لخبير تغذيه بيبعت له الاسئله بيرد له عليها، بيتعامل معاه كانها مكالمه تليفونيه، لان المريض بالنسبه لنا مجموعه معلومات مكتوبه مرسوله مسموعه. بالنهايه بعرف مين المريض من خلال هذه المعلومات دي. وبالتالي تشخيص الكورس المناسب للحاله الصحيه والفئه العمريه والمتابعه عشان انجح بيها في فقدان الوزن. طيب في النهايه بقى عايزين كريم يقول كلمه كده لكل الشباب، وعايزه اوري الناس صوره كريم قبل ما ينزلها دلوقتي. قول لنا كده لو عايز بقى تقول كلمه كده للشباب اللي هم لسه بيفكروا او اصلا مش حاطين الموضوع في دماغهم دلوقتي، تقول لهم ايه بعد حياتك الجديده دي يا كريم؟ شجعهم. هم لازم يجربوا مره واثنين وثلاثه، تمام، مش شرط مره واحده. بصوا ملامح كريم اتغيرت خالص ازاي ووضحت ازاي، خدود يعني. قول يا كريم. لا هم يبادر بسرعه حتى يحافظ لنفسه، يخس لنفسه زي ما الدكتوره قالت، مش بالزبط. شرط الحد. طبعا يخس لنفسه صحيا ومظبوط. هل في مقارنه لحياتك قبل او بعد؟ لا مفيش مقارنه طبعا. بس الفرق كبير ما شاء الله قبل وبعد. انا بضم كريم لضمن نجاحات مبادرتنا قسمنا ناقوس خطر. ربنا يزودك كده يا رب، ويزود لك النجاحات يا رب ومزيد كده. احنا اللي بنشكر حضرتك على اتاحتك لينا الفرصه الدائمه في برنامج حضرتك. يعني لا والله، يعني انا عايزه اقول للناس ان المبادره فعلا قلب الدنيا، واحنا بنجيب نماذج اهي قدامكم هم اللي بيتكلموا على نفسهم. احنا مش بنقول، مش مجرد بنعرض صور، احنا بنجيب الناس نفسها تتكلم. زي ما شفتوا كريم النهارده ملامح وشه نفسها متغيره، كريم النهارده شكل غير اللي كان عليه قبل كده نهائي، حتى حياته بيقول لك دلوقتي انا بلعب كوره مش كده؟ أيوة يعني حاجه كنت فاقدها اصلا، ما كنتش بقدر اجري في الملعب. انما حاليا دلوقتي انا كنت بنزل العب اروح اقف جون كده عدل عشان ما حدش يتكلم معايا يقول لي انت مش هتلعب معايا ومش هتلعب معايا. انما دلوقتي انزل العب في اي حته انا عايزها، ما حدش دلوقتي بقى اجري العب اعمل لكل اللي نفسي فيه، بلعب زيهم. ما عادش زي الاول، ما عادش اقدر اجري
وما اتعبش صدري ما يتعبش وانا لا لا انت دلوقتي صحيا احسن لو احنا الشعوب اللي بتحب الكوره. ايوه يعني انت نورتنا يا كريم وربنا يوفقك في حياتك اللي جايه ان شاء الله يا رب باذن الله. بشكر حضرتك نورتيني وشرفتيني. ربنا يخلي حضرتك ربنا يكرمك يا رب. حبيبتي نورتوني جميعا وبشكركم على مشاهدتكم الكريمه وبتمنى من الله ان الحلقه النهارده من اولها لاخرها تكون عجبتكم وتفيدكم دايما زي ما احنا متعودين مع بعض.